لكل مشاهدي قناة صحتي في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجكم موعد مع طبيبك. حلقتنا النهاردة هتكون حول موعدنا عن لقاء أمراض التخاطب عند الأطفال وتأخر الكلام. معانا ومع حضراتكم من داخل الاستوديو دكتور كمال جلال عبد الرازق، أخصائي أمراض التخاطب. أهلا بوجودك معانا يا دكتور. أنا وسهلا بك يا فندم. دكتور، في الآونة الأخيرة ازدادت شكوى الآباء والأمهات حول تأخر الكلام عند الأطفال، وبقى تخصص التخاطب موجود بقوة بشكل أكبر. بداية عايزين أعرف السادة المشاهدين يعني إيه تأخر لغوي عند الأطفال وأسبابه بتكون إيه؟ أولا طبعا تأخر اللغة عند الطفل أصلا بيبدأ يتقاس، يعني عند الطفل إن إحنا بنشوف عمر الزمني بتاع الطفل ما بيكونش مناسب مع عمر اللغة، أو العكس. المفروض إن الطفل مثلا وليكن سنه 3 سنين، الحصيله اللغويه مثلا بتاعته جمله من 4 كلمات. نبدا بقى نشوف اهم حاجه عندنا ايه هي متطلبات اكتساب اللغه. طبعا متطلبات لاكتساب اللغه عند الطفل، يعني مثلا واحد مثلا بنتكلم على سلامه القنوات الحسيه عند الطفل، تاني حاجه طبعا صحه وظيفه الدماغ، تالت حاجه بتكلم على البيئه المنبهه، رابع حاجه بتكلم على الصحه النفسيه للطفل. الـ4 متطلبات دول بناء على ذلك ببدأ أعرف إيه هي أسباب تأخر اللغة. أسباب تأخر اللغة عندنا واحد، في طبعا حرمان حسي. حرمان حسي يعني في مشكلة عندنا في السمع أو مشكلة في البصر، عشان كده بيحصل تأخر في نمو اللغة. تاني حاجة بيحصل طبعا في مشاكل هي الإصابات الدماغية، بتحدث طبعا الإصابة الدماغية يعني للطفل، من ذلك بيحصل بقى مشكلة إن هي بتأثر على اللغة. طبعا في عندنا حاجه اسمها البرين دامج موتور هانديكيب، اللي هي الاصابه الدماغيه المصاحبه باعاقه حركيه. وطبعا عندنا الاي دي اتش دي، اللي هو الطفل اللي عنده تشتت انتباه وفرط في الحركه، طبعا بيصاحبه تاخر في نمو اللغه. في طبعا ثالث حاجه اللي هي عندنا خاصه بمشكله الصحه النفسيه. مشكله الصحه النفسيه تتعلق باضطراب التوحد. اضطراب التوحد طبعا بيأثر تاثير قوي على اللغه لدى الطفل. رابع حاجة طبعا في حاجة اسمها البيئة المنبهة. البيئة المنبهة اللي هي خاصة بالبيت، تنبيه لغوي مع الطفل، هل البيت على استعداد تام ان هو بيتواصل مع الطفل مثلا لفظيا ولا مفيش تواصل لفظيا. دي طبعا الأسباب اللي بتؤدي الى طبعا ظهور تأخر اللغة عند الطفل. طيب، هل هناك مؤشرات او دلالات معينة يا دكتور بتظهر عند الأطفال تقدر الأم بالأخص تلاحظ هذه المؤشرات ومن ثم نلجأ لتخصص التخاطب؟ طبعا لو الطفل طبعا منذ ولادته كان طبيعي جدا، ما فيش فيه أي مشكلة، الأم مثلا بتلاقي ابنها تأخر طبعا في الكلام، ظهر مثلا عند سنة ونص أو سنتين ما فيش أي لغة بتتقال. يعني سنة ونص سنتين المفروض تبقى الحصيلة قد إيه؟ كلمة كلمتين؟ يعني من سنة ونص لسنتين بيكون الحصيلة جملة من كلمتين. تمام. فوق السنتين طبعا، من سنتين ل3 سنين طبعا جمل من 3 كلمات. تمام. فالمفروض ان هي ولي الامر بيلاحظ يباشر هل ابنه عنده ادراك معرفي، ادراك معرفي لغوي. يعني ايه ادراك معرفي لغوي؟ يعني مثلا والده بيقول له افتح الباب، بيفتح الباب، مثلا بيشار على الشباك، بيشار على الشباك، هات كذا، بيجيب كذا. هل هو عنده الادراك اللغوي ولا ما عندوش؟ ما احنا عندنا اللغه عندنا ليها مرحلتين، حاجه اسمها اللغه المعرفيه الريسبتيف بتاعه، في حاجه اسمها الاكسبريسيف اللي هي اللغه التعبيريه. بنبدا نشوف طبعا لما بيجي لنا الحاله، لما الطفل بيكون طبيعي وبنحس ان هو تاخر في نمو اللغه ناتج عن الحرمان البيئي، ببدا اقول ولي الامر مثلا لو جالي الولد عمره سنتين، بقول له والله امشي شويه مثلا على الارشادات فتره كده، على الارشادات، واتونا مره تانية كده 3 شهور ونشوف. يعني لازم اتاكد ان كان بيسمع ولا لا، بينتبه بصوره طبيعيه ولا لا، بجانب الحصيله اللغويه اللي هتبقى في عمر مثلا سنه سنتين هتكون قد ايه. طبعا موضوع السمع عند الطفل الام طبعا بتحكم عليه، يعني مثلا الام بتنده عليه، بيبص لها على طول او مش بيبص لها. مثلا الولد على طول مثلا لو بيفتح مثلا التلفزيون، هل دايما بيسمعه صوته عالي ولا صوته ضعيف؟ في طبعا مؤشرات لموضوع السمع، بس انا لما بشك ان في مشكله في السمع طبعا بحوله من طبيب السمعيات، هو المختص باجراء مقياس السمع وليس التخاطب. السؤال الاكثر شيوعا يا دكتور في تاخر الكلام عند الاطفال هو مدى تعرض الطفل للتلفزيون، وهل بيؤثر فعلا في تاخر الكلام ولا لا؟ يعني ده سؤال ربة المنزل بشكل كبير، هل يؤثر التلفزيون في تاخر الكلام عند طبعا الاطفال؟ طبعا التلفزيون طبعا بشكل كبير بيأثر بتاثير سلبي للغايه مع الطفل الطبيعي.
لان الطفل على طول مثلا قاعد قدام التلفزيون فتره كبيره، الام مهما تتكلم معاه حتى لو طلبت منه اي نشاط يقوم يعمله، الولد طبعا لا حياه لمن تنادي، هو ملتفت التفات تام للتلفزيون. يعني مثلا هي طفت التلفزيون قدامه اكيد هيستمر في العياط وفي البكاء لانه اخذ التلفزيون كعاده اساسيه بالنسبه له. بس انا بالنسبه لنا احنا بننصح ولي الامر امنع خالص طبعا التلفزيون، امنع خالص الميديا بصفه عامه، امنع الايباد الكلام ده على قد ما نقدر. بس يعني فيعني التعرض ليه يبقى من الحرمان، ولا بنخصص مثلا ساعة في اليوم، فترة معينة في الأسبوع، ده ممكن يبقى مقبول طبيا؟ يعني لو هو بقى الولد ملتزم اللي هو يوميا لازم يتفرج على التلفزيون يبقى مده قصيره جدا، وطبعا ما نخلوش يلتزم بحاجه معينه، يعني مش يلتزم بكرتون معين، مش يلتزم بقنوات كرتونيه معينه او قنوات خاصه بالاغاني الاطفال بشكل معين. لان احنا فيما بعد بنلاقي ان اول بقى حاجه الاطفال ممكن تبدا ان هي تتكلم، بتتكلم باللغه العربيه الفصحى او لغه الحاجه المعينه اللي بيشاهدها لفترات كبيره. طبعا ده اكتسابا للغه اللي هو بيسمعها بشكل مستمر في التلفزيون، يبدا يتكلم مثلا بلغه عربيه فصحى اللي هو مثلا يقول لك افتح النافذه، اجلس على المنضده، تحس ان هو بيتكلم بشكل مش اللغه بتاعتنا اللغه العاميه. دايما يا دكتور الفكرة، هل بيكون في أمل للعلاج وإن الطفل يبقى طبيعي بشكل تأخر الكلام؟ هل دور الأهل بيبقى كبير؟ الحضانة بتساهم، ولا كل حالة بيبقى ليها بروجرام خاص بتمشي عليه؟ طبعا كل حالة طبعا بيكون ليها برنامج علاجي معين، ولكن في حالات تأخر اللغة بوجه عام دايما بيكون لينا إرشادات خاصة مع ولي الأمر. طبعا في أطفال طبعا بيكون في المرحلة قبل اللفظية، يعني أطفال ما فيش أي لغة، في طبعا أطفال طبعا عندهم لغة ولكن اللغة ضئيلة للغاية. بالنسبة طبعا للمرحلة اللي هي قبل اللفظية اللي هو الطفل مثلا عارف كل حاجة، يعني معارفه كويسة جدا ولكن ليس له اي لغه، ابدا بقى اقول لولي الامر والله التزم بالارشادات، يعني بالتنبيه اللغوي بشكل مستمر مع الطفل واحده واحده مثلا، يعني دايما بنبهه بشكل سليم على كل حاجه الطفل بيعملها، طبعا بعلق عليه الشكل اللي هو بيقوم بيه الطفل مثلا بيلعب بالعربيه، انا مثلا بعلق على اللي هو بيعمله، مثلا بقول له اركب العربيه، امشي العربيه، هكذا، يعني انا بنبهه تنبيه لغوي على اي حاجه هو بيعملها. طبعا بعض الأطفال طبعا بنشوفهم بشكل مستمر بيستخدموا وسيلة المشاورة لتلبية مثلا الطلبات، أو بيستخدموا عايز شكل يشرب، عايز ياكل، عايز يروح التواليت، بيستخدم الإشارات، ما مش بيستخدم الكلام بشكل كبير. هتلاقيه دايما بيشاور على طول مثلا على الكوباية، يشاور مثلا على المعلقة. طب المفروض إن أنا طبعا مش بلبيله الحاجات دي على طول، على قد ما أنا أهم حاجة بالنسبة لي أنبهه تنبيه لغوي، يعني مثلا الطفل بيشاور مثلا على الكوباية بقول له كوبايه، عايز تشرب، اشرب ميه. الاهم في الموضوع ان انا بربط الحدث اللي هو الطفل عايزه بربطه بتنبيه لغوي. طبعا انا بربط هذا الكلام ولن انتظر اي استجابه لغويه حاليه من الطفل مباشره، طبعا طبعا لا، ولكن بيكون في استجابة على مدار الجلسات والمتابعة والإرشادات ودور الأهل بشكل كبير، وكمان انتباه الأم. يمكن ده اللي بنركز عليه دوما من خلال حلقتنا، ومن خلال فكرة إن التخاطب موجود ولكن في مسببات معينة، وفي هناك برضو أعراض نقدر إن احنا نتجنبها بشكل كبير. وبكده أعزائي مشاهدي قناة صحتي في كل مكان، نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة. كان معانا دكتور كمال جلال عبد الرازق، أخصائي أمراض التخاطب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا والمعلومات اللي قدمتها للساده المشاهدين. وبكده اعزائي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا، استنونا وحلقات جديده وبرنامجكم موعد مع طبيبك.